يعني ايه؟ هجت من البلد ولا ايه؟ هتهج تروح فين بس يا حضرة العمدي؟ امال يعني ما ظهرتش من ساعة الظهرية يعني كرة الأرض اشتقت وابتلعتها؟ لا دي بس تلاقيها ايوه تلاقيها، أنا بقى عايزك تلاقيها تلف الكفر كله ما ترجعش إلا بيها، خد الغفر كلهم معاك يلا روح. هي فاطمة عملت حاجة بطالة لا سمح الله. أنت مالك أنت؟ أنت تسمع اللي بقولك عليه وخلاص، يلا أمشي. حاضر. دي هيتناقش. الواد ده مع إنه عبيط كده وهبال بس ساعات له بصة بتخوفني. والله أنت اللي أعصابك فلتانة حبتني يا عم. الظاهر لفتك على البت فاطمة دي بتخليك مش على بعضك. هتكون راحت فين يا عمد على رأي الواد حسان؟ ما هو دي اللي خوفني، كون البت لفت علي يعني فهمتني إنها في طوعي كده وعلى هواي عشان أنا أسكت تقوم هي تعمل عملتها السودة دي وتختفي. ما أظنيش يا عمد. هتروح فين يا حسرة؟ ويا عمدة تكون مش قادر على بعدي. الصراحة أنا بقى مش قادر على بعدي والود ود أدخل عليها الليلة. كلام إيه اللي بتقوله ده يا عمد؟ هي لسه خلصت من جوزها؟ وافرض خلصت من جوزها، لسه قدامك شهور العدة يا اخي. ايه؟ ايه شهور العدة دي؟ هو انا اخلص من حاجة تطلع لي حاجة؟ هو ايه دي؟ استغفر الله العظيم. لا يا عمد، ده حكم ربنا ملناش فيه. طب والحل؟ الحل بقى ان اقوم اعمل لك كوباية شاي تظبط لك دماغك. يا عم اقعد بلا شاي بلا ناي، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب دلوقتي خليك معايا كده واحدة واحدة. دلوقتي هي طلبت الطلاق من جوزها. يعني في حكم المتطلق ويعني لازم ينطقها بلسانه، وبعدين هي مش هتتجوزه هو تاني، مش هترجع له هو ذات نفسه، لا هتتجوز واحد تاني اللي هو اني، يبقى عدة ليه بقى؟ ما بلاش الشاي واعمل لك ينسون يهديك يا عم. ما بلاش اليانسون واخدك عصايتين على دماغك يفوقوك يا اخوي. يبقى لسه اعصابك فلتانه يا عم. ايوه انا عايز البت حالا في التو والحال، انا عايزها بقى ما بقتش قادر خلاص. جرايك حاجه ولا طفشت مني؟ لا تطفش مني تروحي فين؟ وانا هسيبك؟ ابدا، ده انا اجيبك حتى لو كنت في بلاد الكوتوموتو. كوتوموتو يا حلوه يا بط. خير ان شاء الله، خير يا عمد ان شاء الله خير. انا عقلي هيشت يا مبروك فوق. وعليه عليه بس يا عمد، ان الله مع الصابرين يا اخي. انا يا سيدي ما بقاش عندي صبر، انا مش قادر اصبر خلاص. طيب انا بس هستاذنك يا عمد، اروح افرد جتتي ساعتين وارجع لك تاني. تفرد ده ايه وجتتك ايه؟ لا انت هتسيبني اقعد ظهري وانكت كده وانت تروح تنام. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تمام يا حضره العمده. ايه يا ولد لقيتوها؟ ايوه هي جايه من روحها كده لحضرتك. الله اكبر، وانت شفتها فين؟ قابلتها في الطريق صدفه، كانت رايحه تشقر على عيالها وبتقول هتشقر عليهم وتيجي دي حضرتك. والعيال دول فين؟ ايوه عند زفت البرك اللي اسمه علوان، يعني قريبين. أوامر تانية يا حضرة العمدة؟ إيه يا أنا مالك قلب سحنتك في وشي كده ليه؟ ما تفرد بوزك ده، ده أنت حقك تفرح وتزقطط، ده أنا هحلي لك بقك، امشي. اقعد بقى يا مبروك. إيه؟ اقعد. آه. بقيت هنا أهو، يعني جنب مني. تعالي بقى. تعالي. اهدي. بس بقى. متشخر وانت ساكت. طيب مغزى يا عمد. دلوقتي ما تجيش. مغزى. لا خد راحتك على الاخر. يعني نام وانت نايم. ايوه. تعالي بقى تعالي. العافية يا شيخ مبروك. فاطمة. انت كنت فين يا بنت؟ ده العمدة قلب عليك البلد كلها كده اهو، تشغلين عليك كده يا فاطمة؟ انا عايزك في كلمتين. خير يا فاطمة بنتي؟ اتكلمي، انا سامعك. انت عارف العمدة كان عايز ايه وقال ايه مش كده؟ الصراحة عارف، اكيد بخيب، بس اقسم بالله العظيم انا موافقه على كل اللي هو عايزه، بس بشرط واحد. اطلبي اطلبي اللي انت عايزاه يا فاطمة، وانا متاكد ان العمده هينفذ لك كل طلباتك. ابو ليلى يخرج من الحجز
والتهمة اللي تهمينه بيها دي تسقط خالص. العيال ملهمش حد غيره ياخد باله منهم ويراعي مصالحهم. واني طبعا لما اروح دوار العمدي مش هاخدهم في ديلي، ولا اني غلطاني؟ لا غلطانتي ده انت كده عندك العيب. لا انت مش غلطانه يا بنتي، مش غلطانه. يبقى تروح تبلغ العمدي اللي انا قلت لك عليه. فوتك بعافي. الله يعافيك، الله يعافيك يا فاطمة. بقى هي قالت لك كده؟ ايوه قالت لي انها في طوعك، بس لازم الشرط ده يتنفذ. بسيط سهل، كله في ايدينا ولا ايه؟ ايه يا مبروك مال، انت حقك تفرح لي يا راجل. بتتنهد كده يعني زي ما تكون خايف يا عتمان. ايه وخايف من ايه بقى؟ ان شاء الله خايف من فاطمة. فاطمة ليه يا راجل؟ لا دي تخاريف اخر الليل دي. هي فاطمة دي ايه، بتعض ولا بتيجي بالليل تقلب امنا الغولة؟ والله ما انا عارف يا عتمان، بس انا قلبي مقبوض منها وخلاص. خايف للبيت دي تكون بتتمسكن لغاية ما تتمكن وتعمل حاجة كده ولا كده. لا دي بجد تخاريف اخر الليل، انت بدأت تتخرف. مش مهم، المهم ان انت تاخد بالك يا عتمان، وربنا يخلف ظني ويهنيكم بعض يا سيدي. ايوه كده، ايوه دي الكلام اللي انا مستنيه منك. انا فرحان يا مبروك، انا مزقطط اخر زقطتي، انا خلاص قربت لون المراه. ربنا يبسطك كمان وكمان يا عم. بقول لك ايه، بالنسبه للبنت فاطمه، هي ولادها قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين عند الشيخ محمود. يا دي الشيخ زفت دي، انا مش عارف اعمل معاه ايه الراجل ده. ما هو انت اللي سايب له الحبل على الغارب يا عتمان. ايه طب انا اعمل له ايه يعني؟ مش هو شيخ الجامع اللي بيقوم الناس وبيصلي بيهم؟ يا سلام، هو يعني عشان شيخ الجامع يقول ويعمل ما بداله؟ طب ماني شيخ قايل عنه ايه يعني؟ انا سبحان الله الراجل ده كده يعني بيسبب لي خنقه كده، وببقى يعني واقف لي هنا اهو 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 اهو. سيبك منه، سيبك من الشيخ محمود ده وخلينا في موضوعنا. ايوه خلينا في موضوعنا. بقول لك ايه بقى يا مبروك، انا عايز بقى للبنت فاطمه دي وصفه بقى من وصفات الشديده، مش الكلام الفارغ اللي كنت بتجيبه في الاول. انا مفارغ يا عمده؟ يا عمده انا خايف من وقعتك اللي لشوشتك دي. ما انا تعبان يا مبروك، يعني واخد بالك انت؟ ايوه انا واخد بالي، يعني واخد بالي من زمان، من وانت صغير لما كنت تتزرزر كده اهو، ما كانش عارف حد ايه اللي هيحصل يعني. ايوه بس انا عايزك تصبر على فاطمه، ركز دلوقتي في موضوع ابو العيله، لان ابو العيله هو اللي هيقربك لفاطمه. لا ده موضوعه سهل خالص، يعني شوف مثلا، يعني مثلا واد من الغفر شافه هربان وبيجري، اقف يا مجرم اثبت يا هربان، لا وقف ولا ثبت. قوم الواد الغفير ضرب طلقه كده يعني للتهويش، قوم الطلقه صابت ما خيبتش، قوم الواد المجرم وقع قتيل، قضاء وقدر يعني، هنعمل ايه؟ يا سلام عليك وعلى تدابيرك.